اللي هو الحمى الكلعية. الحمى الكلعية زي ما قلنا مرض فيروسي شديد الانتشار، خطورته في سرعة انتشاره بقى غير الجلد الواقي خالص. يعني المرض اللي الحمى الكلعية بيتنقل عن طريق الهواء، يعني ممكن الفيروس يمشي 20 كيلو في الهواء الرطب، تخيل. يعني يبقى في مطاي يوصل صمنوط، يبقى في صمنوط يوصل منيا، من المنيا لأسوان، عشان كده بيمشي عن طريق الهواء، بينتشر بالذات لما يكون يوم هواء ويوم كده دايما في الشتاء، ومرض شتوي اصلا يعني بينتشر في الشتاء اكتر. فتلاقي حتى الهدوم بتاعتك انت لو بتعامل مع الحيوان ممكن تنقل في هدومك دي، تنقل من الحيوان ده من الحيوان ده من القاره دي للقاره دي. لما لو في كلب ولا قطه في القاره في المزرعه عندك تنقل لك المرض، لان الرياله اللي بتنزل من الحيوان من حنك الحيوان دي كلها فيروس بتتنقل بطريقه رهيبه ومنتشر. ده اللي بقى تعزل بقى، ده اللي تعزل، واللي يتعامل مع الحيوان ده ما يتعاملش مع حيوان تاني. عندك عجول رضيع طلعها بره البيت خالص، لان بيجي في عضله القلب بيموت مباشره، العجد الرضيع بيموت على طول في الحمى الكلعية. فانا الوقت عندي مزرعه ودخلت لقيت لك الحيوان مريل، فتحت في حنك الحيوان لقيت في قرح، بتبقى فيه عباره عن قرحه كده في اللسان او في اللثه من فوق، في الاول بتبقى نظام بجلوله كده مليانه ميه وبعد كده بتروح تفتح. ده لازم تتعامل معاه بقى، في مخدر للسان، في بخاخات مخدر تخدر لسان، في ماسه زرقاء، في كبريتات بتاع ده كربونات بيكربونات، البيكربونات دي دوبها في ميه وتبدا ايه ان احنا بنغير الوسط بتاع البوج ده عشان نموت الفيروس، لان الفيروس ده بيحب الوسط الحمضي اللي هو وسط البوج نفسه. لما انا اجيب البيكربونات دي وسط قلوي بقتل الفيروس في البوج، ما خليش ايه يبهدل اللسان اكتر، لان في بهايم بيطلع اللسان الجراب بيطلع كله. يعني بص تلاقي اللسان الجراب طلع كله بتاع اللسان، نظف نظف، في شبه زفره، الناس تحط شبه، ناس تحط كربونات، ناس بتحط ماسه زرقاء، ناس بتحط مخدر، كل ده ان انا عايز الحيوان ياكل، مش عايز الحيوان يمنع اكل. هتلاقي بين رجليه برضو بين الضوافر بتاعته في حراره طالعه، تلاقي الحيوان بيعرج لدرجه ان في عجول تقيله علف الضفر بيطلع في الحمى الكلعية دي، الضفر فعلا بيطلع. بتغطس في كبريتات نحاس؟ اه تجيب كبريتات نحاس وتغطس رجليها فيه. ده بالنسبه للرجل، كبريتات نحاس للرجل بس. انما اللسان زي ما قلنا احنا بنحط مرطبات، بنحط مخدر بحيث الحيوان يبدا ياكل. طبعا نمنع التبن خالص، نبدا نشتغل بالعلف الاخضر، لان طبعا التبن هيتنكت في الجروح ديت ويعمل لك مشاكل ويزود لك جرح ياخر الالتئام بتاعه. ففي مدرسه انا شفت ناس يقول لك لا ما تجيش عند لسان الحيوان سيبه لما يصحى واحده، ما ينفعش. ده انا بفتح اللسان بشم ريحه صعبه. فما انت بتحط المسه بتحط على النسيج الميت، ما اللي فوق ده نسيج ميت اصلا، هو طالع خالع ولازق على حاجه بسيطه، فانت بتدوخ على الميت ما بتعليش الحي. لا امسك اللسان وشيل الجرف كله ده، اكحت وشيل كل الصديد وشيل الجراب ده كله، عشان لما تحط المخدر او تحط المسه يتحط على الحي عند الجرح النظيف يبدا يبني من اول وجديد نظيف. اه دي بالنسبه للحمى الكلعية. طبعا لها تحصين، الجرعه ب 22 جنيه برضو، بتاخد ثلاث شكات حمى كلعية والثنائي، وبتاخد حمى ابيض متصدع. ثلاث شكات ب 22 ونص تقريبا للحيوان كل اربع شهور. ده مرض خطير وخطورته زي ما قلنا في الرضيع الصغير، لان الرضيع لو شرب بلع كده من امه بيموت على طول، ما بيعياش، هو بتلاقي زعك زعكتين كده واتكل على الله. فمرض خطير برضو، مرض صعب جدا، اثر على الثروه الحيوانيه في 2020 و2022، جه والسنه اللي قبل اللي فاتت جه الحمى الكلعية برضو بهدل الدنيا. فلازم نحصن برضو، نحط لنفسنا برنامج. احنا معانا ناس هنا في مزارع، هنا المزرعه دي كل اربع شهور احنا بنجيها على الميعاد بالظبط، تاخد حاجه كل اربع شهور بتحصن حمى كلعية. من فضل الله قدينا من 2018، من فضل الله ما عنديش ولا حاجه. اه يعني ده اكبر عشر البيبي بتاع كله عشر فاضي كله بيطعم، مفيش مشكله، لا مفيش اي ضرر. دول بالنسبه لامراض اخطر امراض موجوده في مصر حاليا وفي كل المحافظات، هي الجلد العقد وحمى الكلعية. اتفضل. المرض اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو طفيليات الدم او الملاريا، يسموها الملاريا او البابيزيا. طبعا طفيليات الدم ثلاث امراض، بابيزيا والسيلاريا والانابلازما، كلهم بسبب حشره صغيره خالص ما توزنش حتى ربع جرام، ممكن تموت لك حيوان وزنه طن اللي هو الجراد ده. يعني الجراد ده حشره خطيره جدا، لازم انك انت تتعامل معاها كويس، لان الحشره دي في الصيف بالذات، احنا في موسم الصيف اهو، هتلاقي الحشره ديت بتعمل لك سخونه في الحيوان بتوصل 41 42،
لو سبت الحيوان السخن يوم والتاني يوم تالت يوم بيجيب دم في البول، بيجيب لك بول دموي. طالما وصل للمرحلة البول الدموي بقت الحالة صعبة، يا تنجح ما تنجحش. يبقى أنا لازم إن أنا أقاوم السبب، رايح دماغي الأول قبل ما أفكر إن أنا أعالج. يبقى أنا لازم أرش الحوش كله بدواء جراد. الجراد اللي بيبقى على جسم الحيوان في النهار مش ما يجيش نص اللي بيبقى عليه بالليل. يعني انت عايز تعرف الحيوان بتاعك ده عليه جراد قد ايه، ادخل الحوش بالليل كده الساعه 3 بالليل كده وتفرش، هتلاقي ثلاث ارباع اللي موجود عليه في الليل يعني جد اللي موجود في النهار 3 4 مرات. طب هو الاساس ان البي بيترش بالليل ولا في النهار؟ انا المهم ترشه ليل نهار ما تفرقش، ده حشره هي حشره انا هقاومها بطريقه باي طريقه. بس انت لو رشيت الحيوان بس بعد اسبوع هتلاقي الحيوان اتملى تاني. لا الحيوان لازم الحوش، لازم ترش، ويا ريت تمحر حوش ده متر ونص داير ما يطول لازم، لان الام بتبقى بايته في الشق بالليل الحيوان بيدخل الحوش بيرقد، تروح جازله من الشق على الحيوان تتغذى وتاكل وتشرب وتبيض. الواحده بتطلع 200 بيضه تبص تلاقي بتاع دج صغير طلع، بعد انت غسل الحيوان ونضف تلاقي بتاع دج صغير كده جه منين؟ اهي كده من الام دي. انت الجراده الواحده بتاكل سنت دم في اليوم، تخيل تخيل يعني اكلك كله وتعبك كله على الحيوان رايح للجراد. يبقى انا لازم ان انا اقاوم الحشره ديت. فهي الحشره ديت الطفيل اللي هو البابيزيا او الانابلازما بيتكسر جوه كرات الدم الحمراء، بيدخل جوه كره الدم، كره الدم دي عامله زي الكوره كده، هو بيتكاثر بعدد وبيزيد جدا، بتبدا تفرجع كرات الدم الحمراء تروح نازله في البول، الكليه ما بتعرفش ترشح الكميه دي كلها، فبينزل غصبا عن عين الكليه في البول، والحيوان لما بيموت بيموت بالفشل الكلوي، ان يعني الكليه بتبقى باظت، تلاقي الحيوان بيرك والبول بقى اسود، دي الحاله دي ما بتنفعش. فانت اول ما الحيوان طالما الحراره وصلت عندك فوق ال 40 اتعامل، حتى لو هي مش فلات دم ادي جرعه فلات دم، هتدي مضاد حيوي غير مفعول، وهتدي انالجين للسخونه، وهتدي حاجه اسمها ديكس او فينايلو حسب العشر او فاضي، وتدي الحقنه اللي هي التريباجيكت ديت او الاميزول تحت الجلد، اميزول تحت الجلد او اميدوكارب او اميدوجيل، اي نوع من انواع اللي هي مضاد طفيلات الدم تديها تحت الجلد، خلصت القصه. اي حاله ترفع عندك فوق ال 40 غطي، انت كده جرعه الملاريا دي بتغطي لك اي مرض تحتيها. بس انا اهم حاجه عندي ما تكونش بابيزيا، لان انا لو عالجت سخونه بس واديت شويه خفض حراره على مضاد حيوي وهي طفيلات دم، هتبص لك الحيوان ثالث يوم جاب لك دم في البول، ساعتها مش هنعرف نعالج ولا نعرف نتعامل معاه. افضل موجود تمام، افضل موجود فيه نوع اسمه الفوكسين ده او السيباسيل، موجود حشرات ممتاز. السيباسيل ده ممتاز جدا بس هو غالي جدا طبعا، فانت خليك في الفوكسين من ربع لتر ب 265، ممكن يعمل لك 3 4 رشات في الصيف كله يعني الربع لتر. تجيب تحط صنط على اللتر وترش البهايم وترش الحوش وتظبط الدنيا، او تخلي الامن ده للبهايم والدايزنون 60% رش بيه الحيطان، طلع البهايم بره وانزل على الحوش رشه بالسام اللي هو السام اللي بيرشوه للشام ده اسمه دايزنون 60% ده سام، بس تحش تبني من الطاولات وبتاع وتبدا ترش رشه كويسه، وتخلي الامن اللي هو الغالي ده للبيه بس وخلاص. فلازم انك انت تكافح الحشره ديت عشان ما تعملكش المشاكل. ده بالنسبة للطفيلات الدم.